السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني الكرام، أريد التحدث في موضوع مهم جدا يعاني منه الكثير هنا في تركيا، خصوصا في مجال الوكالات. إخواني الكرام، الأخوة الذين يقومون بعمل وكالات من أجل العقارات، يعني خصوصا إذا كانت الوكالة تم عملها خارج الأراضي التركية، وهذه الوكالة تكون بخصوص العقارات وما شابه وما يتعلق بالعقارات. إخواني الكرام، الوكالات التي يتم عملها من خارج تركيا ويتم تصديقها في الدول التي يتم عمل فيها الوكالات بشكل عام، يجب أن يكون عليها دائما صور الأشخاص الموكلين للوكلاء لعمل العقارات سواء كانت شراء أو بيع. دائما يجب أن يكون عليها الصور الشخصية موجودة وموقعة، يعني مختوم عليها، يوجد عليها ختم. بدون وجود هذه الصور على الوثائق الأصلية، الوكالات الأصلية، يتم رفضها من دوائر الطابو في تركيا. لذلك قبل أن تترجم وتعمل أي إجراء داخل الأراضي التركية على هذه الوكالات وتصديقها من كاتب العدل، يجب عليك أن تتأكد من وجود صور الموكلين في هذه الوكالات. هذا بالنسبة للوكالات العقارية سواء شيء شراء أو بيع أو تأجير. النقطة الثانية إخوان الكرام، في إجراءات الطابو هناك تعديل في قوانين إجراءات الطابو. إجراءات الطابو هي عبارة عن 3 أيام. قبل ذلك كانت إجراءات الطابو عندما تقوم بعمل فتح ملف نقل الطابو أو عمل إجراء عمل طابو، كان الإجراء هو أن يتم عمل الإجراء والانتظار حتى تنهي أوراقك وتحول الحوالات وتنهي كل الإجراءات وثم تستلم الطابو. الآن الإجراء هو كالتالي: معك 3 أيام فرصة ووقت محدد لإنهاء كل الأشياء اللازمة ودفع المستحقات اللازمة لإجراءات الطابو، والوجود أو التواجد في الوقت والتاريخ والساعة التي يتم تحديدها من قبل دائرة الطابو في دائرة الطابو والتوقيع وإنهاء كل الإجراءات. في حال تم التأخير أو تم عرقلة بعض الإجراءات في أثناء عمل نقل الحوالات المالية أو الدفعات أو أي تأخير على التاريخ أو التوقيت الذي تم إبطاله من دائرة الطابو، يتم إبطال الإجراء من قبل دائرة الطابو. فإذا إخواني الكرام، الحل في هذا الموضوع هو إنهاء الحوالات المالية ونقلها إلى تركيا في حساب تركي، ثم تحويلها بنفس اليوم الذي يتم فيه بدء إجراء الطابو وإنهاء الموضوع بنفس اليوم وفي الساعة وفي التوقيت والتاريخ الذي تعطيه إدارة الطابو وتوقيعه نفس اليوم، وإلا يتم إبطال الإجراء وبدئه من جديد، فأنت مضطر لبدء الإجراء من جديد. لذلك لا تنتظر حتى يتم تحويل الأموال. أول ما عليك أن تقوم به أخي الزبون أو المشتري أو تريد عمل أي شيء في إدارة الطابو، عليك أولا أن تحول الأموال وتتخلص من هذه الإجراءات، تنهيها نهائيا، أن تكون داخل الأراضي التركية في حساب تركي حتى يسهل عليك الإجراءات، لأنه في حال تأخرت سيتم إبطال الإجراء. هذا ما أردت أن أقوله، وأتمنى أن تصل رسالتي للجميع وأن يكون ذلك مفيدا لكم. إخواني الكرام، أخوكم محمود منصور، إسطنبول. السلام عليكم.